وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما. أعلن اليوم الخميس 8 شتنبر عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما. وكانت الملكة تعاني من أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية تسببت لها صعوبة في المشي والوقوف، ويخلف تشارلز إليزابيث الثانية ملكا. البيت الأبيض قال: أفكارنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة بعد وفاة إليزابيث الثانية. الرئيس الإيرلندي قال: الملكة الراحلة كانت صديقة مميزة لإيرلندا. الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش يشيد بتفاني الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.